عشت في اوروبا. قديش من عام عشت في اوروبا؟ ما عشتش برشا، عشت بريسك في المانيا. هل تتسمى عشت كي تقول لي في اوروبا؟ عشت اي تعلمت. شو تعلمت من اوروبا؟ تعلمت برشا حاجات، تعلمت البروفيسيون. انا مشاركت في السؤال، تسمح لي نكون قاسي شويه في الحوار ولا؟ مش مشكل حقيقه. اي الحقيقه، كي نقول الحقيقه معناتها كان غلط قول لي لا غلط. اي حقيقه تتقال. قداش من طرح لعبت في؟ ما لعبتش برشا، اما نطخ. لا لا لا، يجاوبني قداش من طرح لعبت؟ رسمية في الرسم. اي في الرسمية. انا معلوماتي تقول مباراة واحدة. لا لا اكثر. زوز ثلاثة ماكس. فما ستة سبعة. في عام لعبت سبعة مباريات شوية. لا اي ما لازمك تفهم حاجة، امين رانا وين كنت وين وليت زاد. احنا هذيك مشكلتنا. هل الديكالاج هذا أثر عليك؟ لا. ليه معناتها تكون في بطولة تونس تلقى روحك في ألمانيا؟ لا أثر علي من ناحية، أثر علي اللي يمكن أنا خديت الشوا الغالط، اللي الكوميونيكاسيون ديما عندها دور كبير. تعرف هل كان اختيارك غير موفق في اختيار؟ كان اختياري غير موفق. كان بازي على شنو من الاختيار؟ كان يمكن بازي على الاسم البلاد وعلى الفلوس. اكيد كل شيء فلوس يا مين. اي صحيح محلي والله، محلي يسحق تصفيقه والله. اللي ما يحبوش يقولوا برشا هو هكا جاي فاروج في فلوس واقع بيت واقع امين، خاطر مش نبدا واضحين رانا نحن كره القدم مش الالماني على الطقس مالا لا ملذذ لا، خاطر كره القدم هي توا ولت مهنه، خاطر من بعد راه مش كي باش تمشي انت الدور، مش باش يقول لك راه قدام انت الهزيت. العقد الذي امضيته قداش من عام فيه؟ عامين. علاش عام برك؟ يمكن العام خاطر يمكن انا دخلت في مرحله اللي ما عادش نجم نحمل نقعد على البنك، خاطر اوتوماتيكمون اللي في البوست كانوا خير مني، معناها خاطر فيزيكمون خير مني ومتكونين على قاعده. فما حاجه مشكله مين في تونس، اللي نحن خروجنا لبرا ياسر روتار. قد خرجت قداش عمرك؟ خرجت عمري في 25. 25 ما تسماش روتار؟ لا روتار يعني في الكره روتار. نحن مين راه في تونس انت تعرف الدومين. نورمالمون في 18 سنه. يبدا يكور رمضان 18 سنه يقولوا هو صغير. صغير ما تهبطوش مازال 28 سنه، كبر 25 سنه ما تفهمش. جمعتين تولد في نتاعك فهمت؟ وديما ترجع خاطر يمكن احنا زاد البازا نتاعنا. هل فسخ العقد من بعد بالتراضي؟ تم لا ما فيش فسخ. لا لا مشيت اعاره وقت رجعت للترجي هذه تونسي. واعاره مين؟ اللي يقول اعاره معناتها اعاره راهو مين ما خلونيش نمشي لالمانيا، معناها يا تقعد معنا يا ترجع لبلادك. به الاعاره هاش معناتها اعاره في كره القدم؟ الاعاره انك تحافظ على نفس الشهرين نتاعك. لا 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 هكا نعرف الإعارة في كرة القدم بنفس الامتيازات المالية تمشي الفريق واحد آخر في إطار إعارة لين ينتهي. لا مين خنفسلك لي كونترا أنت إذا يفهمك أنت ولا أنا هكا نعرف كان أنا غلط صلحت. لا غلط صلحت لي. الإعارة راهي هي متاع الفكر باش تمشي تولي كومبيتيتيف تمشي تكور. هي مش كومشي خلصك. خلصك الجمعية تمشي لها أنت سيرفيسك شكون باش تعطيه؟ الجمعية اللي مشيت معناها أنت سي بون خرجت من الجمعية هذيك باش تمشي جمعية أخرى. أنا مانيش نعرف المبلغ قد إيه، أما نقص قد إيه ولا شطر الربوع نتاع رجعت لتونس أنا مين معناها؟ نعم؟ رجعت لتونس. أي كي رجعت لتونس قداش تاخذ بارابور اللي كنت تاخذ في ألمانيا؟ ربع شطر. بريسك شطر. شطر. معناتها أكثر شوية من شطر، بريسك شطر بما إني معناتها. نفهم شوية في لغة الأرقام. يقول لك واحد بريسك شطر معناتها أكثر شوية من شطر مش أقل. شطر شطر. تقريبا شطر. شطر. به؟